متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك. تقبل الله صيامكم وقيامكم. خلال بداية هذا الأسبوع يوم الأحد يتوقع أن تبقى المناطق الشرقية والوسطى وبعض الأجزاء الجنوبية من المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة الكبير المتوقع، تصل في الدمام إلى 44 درجة مئوية، تكون في الرياض 39، وفي المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية الأجواء أبرد، تكون 27 درجة مئوية، والفرصة مواتية لأن ترى بعض الزخات الرعدية من الأمطار في هذه المناطق. أجواء مستقرة على الجانب الآخر في المناطق الشمالية والغربية من المملكة، مع وجود بعض الأتربة المثارة في بعض الفترات، تكون في عرارة 24 إلى 16، في تبوك من 27 إلى 15، أما في جدة فتكون 34 درجة مئوية في ساعات النهار، تكون ليلا 23 درجة مئوية. يوم الاثنين يستقر الطقس في أغلب مناطق المملكة بالرغم من حدوث انخفاض ملموس على درجات الحرارة، سيما في المناطق الشرقية، تكون في الدمام 44 يوم الأحد، تهبط إلى حدود 33 درجة مئوية يوم الاثنين، أي بحدود 10 درجات مئوية نزول في درجات الحرارة. تكون أجواء بوجه عام مستقرة في أغلب المناطق، تكون مدى الحرارة في الرياض 35، 27 في عرعر، 32 في تبوك، 34 في جدة، و27 في مرتفعات جنوب غرب المملكة، مع بقاء الفرصة لكنها أضعف لأن ترى بعض الزخات الرعدية من الأمطار. تعود الأحوال الجوية غير المستقرة يوم الثلاثاء، سيما على المناطق الشمالية الشرقية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، مع بقاء درجات حرارة تقريبا مشابهة لما كانت عليه يوم الاثنين، تكون في المناطق الشمالية 29 إلى 19، في تبوك 32 إلى 19، في جدة ترتفع قليلا تصبح 37 درجة مئوية في ساعات النهار، في مرتفعات جنوب غرب المملكة 27 إلى 19، أما في الرياض تكون 34 إلى 24، كذلك الأمر هو في مدينة الدمام، تكون تقريبا ما بين 34 إلى 25 درجة مئوية، وتتهيأ من جديد فرص هطول الأمطار الرعدية بما فيها مناطق العاصمة الرياض والمناطق الشرقية من المملكة، سيما مناطق حفر الباطن والأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة. يوم الأربعاء تبقى حالة عدم استقرار الجوي متواجدة في المناطق الشمالية الشرقية والوسطى والشرقية، إضافة إلى المناطق الجنوبية، مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيئة لهذه الزخات الرعدية من الأمطار، سواء كان يوم الأحد أو الثلاثاء أو الأربعاء. سمة الأمطار هي واحدة، عبارة عن زخات محلية من الأمطار عشوائية الطابع، لا يستبعد أن تكون غزيرة عندما تحدث، لكنها تكون في العادة قصيرة المدة، وتكون درجة الحرارة في الدمام 35 إلى 25، في المناطق الشمالية من 27 إلى 17، في تبوك من 30 إلى 17، في جدة من 34 إلى 23، في الرياض من 37 إلى 25، وفي مرتفعات جنوب غرب المملكة من 26 إلى 17 درجة مئوية. يستقر تقريبا الطقس في أغلب المناطق عدا الشرقية والجنوبية يوم الخميس، مع حدوث ارتفاع درجات حرارة سيما في العاصمة الرياض، تصل إلى 38 درجة مئوية وفي ساعات النهار، و24 درجة مئوية الصغرى، في الشمال 30 إلى 20، كذلك الأمر هو في تبوك، في حين تكون في جدة 34 إلى 22، 26 إلى 17 في مرتفعات جنوب غرب المملكة، في حين تكون في المناطق الشرقية من 33 إلى 25، وتكون الفرصة مهيئة لبعض الزخات الرعدية من الأمطار في الدمام والمناطق الشرقية، بالإضافة إلى الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة. نختم هذه النشرة الأسبوعية بيوم الجمعة القادم، الذي من المتوقع من جديد أن تعود به الأجواء والأحوال الجوية غير المستقرة، سواء المناطق الآن الشمالية الغربية أو الشمالية أو حتى المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية، تكون هناك درجات حرارة متشابهة، 38 تبقى في العاصمة الرياض كحد أقصى في ساعات النهار، 25 في الشمال، 29 في تبوك، 35 في جدة، 25 في مرتفعات جنوب غرب المملكة، و34 في الدمام. فرص الأمطار الرعدية موجودة في كل من مرتفعات ومناطق تبوك والمناطق الحدودية الأردنية، المناطق الشمالية مثل عرعر، مناطق الشرقية مثل الدمام، المناطق الوسطى مثل الرياض ومرتفعات جنوب غرب المملكة. إذا هذا كان ملخص الأحوال الجوية في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك المليء بالرحمات بالأمطار. هذا الأسبوع سيكون إن شاء الله أسبوع مميز، هناك العديد من الحالات الممطرة في مناطق عشوائية ومختلفة من المملكة. أتمنى لكم أن يكون أسبوع مبارك عليكم جميعا، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.